هذا وقد أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ترحيب مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بالزيارة الأخوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بوصفها بشالة خير ولبنة جديدة في صرح العلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ على أسس راسخة من المحبة والأخوة وشائج القربة ووحدة الدم والهدف والمصير المشترك. أوضح الوزير الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيارة تقدم نموذجا لأسمى معاني الأخوة والتلاحم بين مملكتين شقيقتين تجمعهما قلوب متآلفة ورؤية موحدة بشأن توطيد أواصر الشراكة التاريخية والاستراتيجية على جميع الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أكد الرميحي اعتزاز البحرين كون السعودية هي أكبر شريك اقتصادي وتجاري وسياحي لها، متوقعا أن يشكل جسر الملك حمد شريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية إلى جانب جسر الملك فهد الذي حقق معدلا قياسيا قارب 120 ألف مسافر يوميا في مارس 2019. أشار إلى حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون الإعلامي ومواصلة توحيد المواقف في المحافل الإعلامية وتفعيل دور الإعلام في نشر التسامح والوسطية ونبذ الكراهية والتطرف والإرهاب والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية وتعزيز أمنها واستقرارها وصون هويتها. نوه الرميحي إلى وقوف البحرين والأمة العربية والإسلامية صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في قيادتها الحازمة والمخلصة للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتحالف العربي لترسيخ الشرعية وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة. والتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وردع التهديدات والمؤامرات الإقليمية والخارجية. أضاف أن السعودية أحبطت مؤامرات دعاة الشر والتطرف والإرهاب وأثبتت أنها أقوى من كل الافتراءات والحملات الإعلامية المغرضة والمشبوهة والحاقدة التي لم ولن تفلح في النيل من مكانتها الغالية في قلب المليار ونصف المليار مسلم أو زعزعة حبهم وتقديرهم واحترام شعوب العالم أجمع لها، وفاء لأيديها البيضاء في خدمة الإنسانية ودعم السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم. أكد وزير شؤون الإعلام أن خادم الحرمين الشريفين رمز للحكمة والاعتدال والعطاء في العالم العربي والإسلامي، وزيارته الأخوية تحظى على الدوام بحفاوة وسعادة بالغتين في مختلف الأوساط الرسمية والشعبية والإعلامية البحرينية في سياق التقدير الواسع لقيادته الحكيمة بدعم من سمو ولي عهده الأمين في توطيد أعمدة حصن العروبة وقلعة الإسلام وتعزيز دورها التاريخي والحضاري في رفعة الأمة ونصرة حقوقها. أكثر من 200 عام من علاقة الترابط الوثيق والتآزر المتين الذي تنامى من قلب الجزيرة العربية العاصمة الرياض إلى منامة الخليج، ليسطر هذا الترابط تفاهما كبيرا وتناغما رصينا يحفظ مكانة البلدين في صياغة تاريخ المنطقة ويرسم ملامح مستقبل شعبيهما الشقيقين، ترابط أساسه الانفتاح على العالم وسنده حفظ الأمن والاستقرار في ظل تحديات كبيرة كانت ولا زالت تحيط بالمنطقة.
شد أزر هذه العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بالزيارات الرسمية السامية المتبادلة والتوجهات الملكية بعيدة النظر كبيرة الأثر، وضعت لهذا التآخي التاريخي أساسا عربيا رصينا ومبادئ إسلامية متينة سار على إثرها رجالات البلدين الشقيقين ليرسموا مستقبلا مشرقا يتنامى بحكمة وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين حفظهم الله ورعاهم. التكامل السياسي والدبلوماسي بين البحرين والسعودية بات واضحا وجليا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، يؤكده توافقهم المستمر حول مختلف القضايا العربية والدولية وتحالفاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية ابتداء بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليس انتهاء فقط بتحالف دعم الشرعية في اليمن وتحالف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ولتحقيق التوافق والتجانس على مستويات هامة أخرى، برز التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من خلال سعيهم للتنسيق العسكري الكامل بين المملكتين في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب. وقد وقعت البحرين والسعودية اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقق العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري انتقالة نوعية، حيث حددت الاتفاقية العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته، ويؤكد على ذلك مشاركة القوات البحرينية جنبا إلى جنب مع أشقائهم في التحالف العربي للدفاع عن الحدود السعودية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية. هذا التوافق والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات عززه الترابط الاجتماعي والثقافي المشترك الذي يجمع البلدين، علاوة على وشائج القربة والمصاهرة التي عززت من هذه العلاقات وجعلت منها مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة في حسن الجوار والتعاون الخليجي القائم على المحبة والاحترام المتبادل على كافة المستويات. يا مرحبا بك عد بارك مبان، يا مرحبا بك عد بارك مبان، يا مرحبا بك عد بارك مبان، وعداد ما تحدي به الركبان، وعداد ما تحدي به الركبان، وعداد ما والضيفان، شرفت دار السعد والضيفان، شرفت دار السعد والضيفان، دار الكرامة دار أبو سلمان.